السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير أشرف بيه. أهلا، مساء الخير. إزاي ما عليك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم بخير. أولا، هل فعلا حضراتكم منذ قليل أعلنتوا سعر كيلو الرز؟ بالطبع أعلناها، يعني 6.5 جنيه للمستهلك. تمام، المحدد هنا إيه يا فندم؟ أو يعني حضراتكم شايفين كده إن ده السعر المناسب اللي ممكن يبقى في متناول الجميع من المستهلكين؟ ايوه، هو الحكومه بتحاول توفره بسعر مناسب في ضوء السوق واليات السوق، وهو يعني ده السعر اللي توصل به، 6.5 جنيه للمستهلك. تمام. طيب قصه القمح بقى، هل خدتوا راي المزارعين الفلاحين؟ هل الموضوع هيلقى رضا، ولا هنلاقي زي كل مره بعد قراركم ده دوشه من الفلاحين وحرام عليكم واحنا محتاجين السعر يبقى اعلى من كده، احنا كده ما بيوفيش معانا في الجدول الاقتصادي؟ يعني خليني بإيجاز أوضح لحضرتك نقط مهمة. أولا، هو السعر بزيادة كان من 420 العام الماضي إلى هذا السعر اللي حضرتك شفته، 575 هذا العام. وده زيادة كبيرة وواضحة. النقطة الثانية أنه السعر الجديد بيتناسب مع الأسعار العالمية، يعني هو في تماشي مع الأسعار العالمية، مش أنه سعر منفصل عن السوق الدولي، فهو سعر عالي بالفعل، وأعتقد أنه يعني يكون مرضي ومجزي للفلاح. طيب سألت رأي الفلاح؟ يعني حضرتك قلت جملة دلوقتي يا سعادة السفير، هي فيها أمنية، أن حضرتك قلت أعتقد أن ده هيبقى مجزي للفلاح. طب هو الاعتقاد ده كان يحبذ من وجهة نظري انه يبقى سابق بالإعلان والقرار الرسمي من الحكومة، ان انتوا تقعدوا مع نقابة الفلاحين، مع ممثلين عن الفلاحين خصوصا اللي بيزرعوا القمح في محافظاتهم، وتسألوهم احنا هناخد قرار بالسعر ده مناسب، ولا هترجعوا تعترضوا فنخش ونعمل لجنة والرئيس الوزراء يشكل لجنة للاستماع لكذا والدائرة المفرغة اللي احنا عارفينها؟ لا، يعني هو الفكرة انه يتم دراسة سعر، دراسته بشكل جيد ومجزي، والخروج بتوصية بسعر كويس جدا يكون مناسب مع السعر العالمي. يعني السعر اللي انا بقوله لحضرتك ده سعر واحد مطابق متماشي مع السعر العالمي، زائد انه بيراعي سعر الصرف. تمام. اخيرا سعادة السفير، حضرتك اعلنتوا ان عام 2017 هيكون عام الاصلاح بالنسبة للصناعات النسيجية. بالفعل، يعني هو في يعني في جهود كتير للموضوع دوت، وفي مقترحات. يمكن كان في اجتماع من 3 ايام او اول امس مع بعض الوزراء للنظر في مجموعه من الحوافز التي تتعلق باصلاح هذا القطاع، واعدته مره اخرى كقطاع هام وحاوي في الاقتصاد المصري. المقترحات دي ما زالت محل دراسة وحتتم إعلانها بشكل يعني تباعا، لكن النهاردة كان في موضوع مرتبط، وهو موضوع المحالج، في الحرص على أنه برضو المحالج ده جزء من هذه المنظومة، في مشروع لتطوير المحالج ويعني إعادتها بالجودة واستخدام تكنولوجيا حديثة، وأنه يكون المحالج دي قادرة على انها تمد صناعات النسيجية بالمنتج الاولي المطلوب. تمام سعادة السفير، انا بشكرك شكرا جزيلا. السفير اشرف سلطان متحدث باسم مجلس الوزراء.